الكتاب ده مهم لأن ألبير أريه شخصية مصرية مهمة جدا جدا وشخصية غير عادية. ألبير أريه الشخص الاستثنائي صاحب الفضل الكبير في إن الكتاب ده هو تلقى إعجاب. بشكر أصحاب الفضل في إن الكتاب ده هو تبقى بين إيديكم. نشكركم ونشكر دار الشروق طبعا على أولا نشر هذا الكتاب المهم، وثانيا على دعوتكم جميعا لحضور النهارده.